السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام، معكم حسين كمال من قناة افهمني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اخواني الكرام، الحلقة دي خاصة لمرضى السكر، تحذير هام جدا 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 لمريض السكر. أخي الكريم، يعني لو السكر مرتفع عندك أكتر من 3 شهور فحذاري من هذه الارتفاعات، حذاري من النسبة المرتفعة. لازم تحافظ على نسبة من السكر منخفضة، نسبة متوسطة، نسبة طبيعية. طيب ما أنا بعمل اللي عليا، باخد الأدوية أو العلاج، بستشير الطبيب كل شوية، بعمل بروح عند دكتور، بروح عند تخصص، بروح أعمل أكشف، بروح أتابع السكر، بعمل تحاليل في البيت، وهو برضو مرتفع. فأنا مش عارف يعني هو مرتفع ليه. طيب حضرتك ما فكرتش تسأل نفسك هو السكر ما زال مرتفع أكتر من 3 شهور ليه؟ ما سألتش نفسك، ما سألتش طبيبك ليه السكر يا دكتور ما بينزلش؟ انا عندي السكر دايما مرتفع، السكر يبقى 500 ينزل 400، يقول لك الدكتور ده كده التحليل السكر بينزل. بينزل ايه؟ بينزل من 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 3 شهور لسنه والسكر مرتفع عند حضرتك؟ ما ينفعش، لازم تحافظ على نسبه طبيعيه. فيا جماعه يعني لازم ناخد بالنا كويس جدا ان السكر ما ينفعش يفضل النسبه دي مرتفعه اكتر من 3 شهور. لازم النسبة تكون مظبوطة، لازم النسبة تكون طبيعية. طب ما انا برضو قلت لك ان انا بعمل اللي عليا، والدكتور قال لي ان انا ماشي مع دكتور وبقالي سنة والسكر ما بينزلش. قلت لك ان في سبب، ممكن يكون سبب في التشخيص خطأ، ممكن يكون سبب في العلاج، بتاخد الأدوية بطريقة خاطئة، في لخبطة في مواعيد الأدوية، ممكن يكون في سبب في العلاج، في الأدوية، في العلاج عايز تغير، أو الأقراص اللي أنت بتاخدها عايز تتغير، ممكن يكون عايز تاخد أنسولين، ممكن يكون في نظام غذائي عايز تمشي عليه. فما تسيبش نفسك مع الطيار، السكر مرتفع وأنا باخد الأدوية وخلاص على كده بعمل اللي عليا. لا، حضرتك لازم تمشي على نظام غذائي، لازم النظام الغذائي مش لمريض السكر بس يا جماعة، لكل الناس، مش لمريض السكر لوحده، كل الناس لازم تمشي على نظام غذائي. مش هقول لك بقى يعني نظام غذائي قاسي، ولكن انت شوف ايه سبب اللي بيخلي السكر دايما مرتفع. لازم تدور على السبب، لازم تشوف السبب اللي هو بيرفع السكر. عايز اقول لك ان انا عمال اكرر في كلمه شوف السبب، دور على السبب، لان في سبب يا جماعه، مفيش مشكله من غير سبب، مفيش حاجه بتيجي لوحديها. غير الدكتور، غير المعمل، بص تعامل مع ناس، يعني يمكن تروح عند حد يفيدك بمعلومه جديده، اسمع الفيديوهات، ادخل على اليوتيوب، ادخل على الفيس، جرب، شوف الناس، شوف التجارب اللي الناس بتمر بيها. فانت لازم تحافظ على النسبة الطبيعية يا جماعة، عشان ما تدخلش في مضاعفات السكر. لو فضل مرتفع اكتر من 3 شهور صدقني هتدخل في مضاعفات بعيدة الامد، اللي هي زي العمى اعزكم الله، او فقدان البصر، او عجز الكليتين اللي هي سبب الكلى السكري، او اختلال في الاعصاب، تنميل او خضران في الاطراف، في القدمين، في اليدين. فيعني احنا لا عايزين نحافظ على صحتنا يا جماعه عشان نعيش بصحه كويسه. لازم توعوا الناس بالموضوع ده، لان والله الناس بتصعب عليا جدا لما بتيجي عندي وبيطلع عندها السكر التراكمي اعلى من 8 و9 و10. انا بزعل جدا وبفضل يعني انصح فيه، طب بتشرب ايه، طب بتاكل ايه، طب بتعمل ايه، طب الدكتور اللي انت ماشي معاه اتفاجئ ان هو يقول لي انا ماشي مع دكتور صيدلي. لا، انت عندك السكر مرتفع، لازم تروح لدكتور اخصائي يا جماعه، لازم نتابع مع دكتور اخصائي، وممكن اخد نصائح من اليوتيوب، من الفيس، من دكتور صيدلي، من دكتور معمل. فلازم احافظ على النسبه بتاعتي واسمع كلام طبيب يا جماعه، لازم اسمع كلام طبيبي. ويا رب الحلقه تعجبكم،
وما تبخلوش علينا باللايك ونشر الفيديو يا جماعة للناس عشان كل الناس تستفيد من هذا الفيديو، وربنا يشفيكم جميعا ان شاء الله. ولو اي حد محتاج اي تعليق اي استفسار انا معاكم في التعليقات، اي كومنت اتركوا اسفل الفيديو، هتلاقي حالات كتير جدا ان شاء الله في اسفل الفيديو بتتكلم عن السكر. واشوفكم في حلقة قادمة باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.